مش في المشهد المغربي عمره مرضى وضحي ما كانش واحد a toujours, c'est toujours opposé à la, la France. هم الحق عارفين يعني حتى الدول العظمى عارفه بالحق مع مع الصحراويين يعني حتى الحق لتقرير المصير هذا يعني في كل الوثائق بتاع الامم المتحده لكن الاغلبيه فيهم عندهم مصالح كبيره مثلا فرنسا مع المغرب عندها مصالح كبيره سياسيه اقتصاديه ثقافيه الذين يرون أنه مطلب جمهورية جديدة في الجزائر بالتالي تكون هناك قطائع مع المبادئ الدبلوماسية للبلاد هذا يعني أمر مستحيل لأنه الجزائر في حد ذاتها كدولة هي نتاج حركة تحرر وبالتالي كل الثقافة كل السياسات كل المبادئ التي يعني تحوم فوق حول مبادئ التحرر هي من مبادئ الدبلوماسية الجزائرية البارح واليوم وغدا من حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وشكرا